السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني على شبكة محترف أوراك العربية ومنتدانا الجميل منتدى عرب هاردوير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد إن أنا بلتقي بيكم مرة تانية. حاولت المرة دي إن احنا ننزل كمان حلقة تانية تكون نازلة بسرعة أسرع علشان نقدر نواصل مع بعض ونخلص الكورس في وقت قليل. طبعا أنا عارف إن المشوار طويل جدا والكورس طويل جدا، لكن أنا بحاول على قد ما أقدر كده. ربنا يكرمنا إن شاء الله في رمضان كل سنة وأنتم طيبين كلكم، ويا رب إن شاء الله السنة الجاية يا ربنا يكرمكم كده بكل اللي بتتمنوه ونحج كلنا سوا إن شاء الله بإذن الله. فيعني ربنا الحمد لله وبيبارك في رمضان في الوقت وفي المجهود، وربنا ان شاء الله يبارك لنا وتكون حلقة ظريفة لطيفة ما كنتش ايه ضيف تقيل عليكم. بحاول في الحلقة دي ان احنا نكمل الشغل اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، الجزء اللي كان خاص بعملية السلكت. طبعا احنا عرفنا ازاي جملة السلكت بتتم، عرفنا ازاي بنقوم بعملية سلكت للكولن لمجموعة من الكولنز، تعرفنا على بعض المصطلحات زي الياس وعرفنا ايه هو المكافئ اللفظي للعمود، عرفنا ازاي نستخدم الاكسبريشن مع الكولنز بتاعتنا. النهارده ان شاء الله هنكمل الحوار بتاعنا اللي كنا بنتكلم فيه المره اللي فاتت، وهي عنوان الحلقه بتاعتنا النهارده Restricting and Sorting Data. يعني ايه كلمه Restricting؟ احنا لو نلاحظ ان احنا المره اللي فاتت لما كنا بنعمل عمليه السلكت بتاعتنا، كنا بنعمل عمليه السلكت او الاختيار بتاعتنا كانت بتريتريف او بتسترجع كل الداتا اللي موجوده في التيبل. الله، طب تعالى كده نفترض مع بعض ان المدير بتاعك حب يتكلم معاك شويه وراح قايل لك ايه؟ قال لك انا عايزك تستخرج لي بيانات الاداره اللي رقمها 60 او اداره المشتريات بس. اذا الراجل هنا حط لي شرط لاسترجاع البيانات او البيانات المطلوبه، انه عايز بيانات الاداره اللي رقمها 60 بس او اداره المشتريات بس. قال لي طب انا عايزك تجيب لي اعلى، عايز اشوف الموظفين اللي موجودين في الاداره بتاعتي اعلى مرتبات فيها. اذا بقى حط لي شرط عايز اعلى المرتبات فيها، او عايز الناس اللي في الاداره بتاعتي اللي بيقبضوا فوق ال1000 جنيه. الله، يبقى حط لي شرط تاني انه عايز الاداره بتاعتي تكون مرتبات الموظفين اللي عايز اشوفهم ومرتبات الموظفين اللي قيم مرتباتهم فوق ال1000 جنيه. إذا معنى كلمة restricting هو استرجاع كم معين من البيانات أو نوع معين من البيانات، وليست كل البيانات الموجودة في التيبل بتاعي. معناه إن أنا بسترجع جزء من البيانات فقط طبقا لشرط معين، سواء بيفترضوا عليا البيزنس رول أو اللي أنا محتاج إن أنا أستخدمه في الأبليكيشن بتاعي أو في جملة select بتاعتي. طب تعالوا مع بعض كده نتناول أو نشوف أو نتناول مع بعض كده الفكرة بمفهوم أبسط من كده شوية. restricting data، تعالوا نشوف القلم الظريف اللي احنا بنجيبه كل مرة اهو. restricting data and sorting data. sorting يعني ايه؟ يعني عملية الترتيب، واحنا طبعا عارفين ترتيب او تنظيم الداتا بتاعتنا بيبقى عندنا نوعين من الترتيب اللي احنا كلنا عارفينهم، ال ascending اللي هو الترتيب التصاعدي وال descending الترتيب التنازلي، وهنشوف ازاي بنقدر نستخدم الكلام ده. تعالوا مع بعض كده الاوبجكتيف زي احنا ما بنشوف كل مره كده، ايه هي الاهداف اللي المفروض نطلع منها النهارده من المحاضره بتاعتنا. رقم واحد، limit the rows that are retrieved by query. ازاي اقدر استرجع عدد معين او حجم معين فقط من الريكوردز اللي موجوده عندي من جمله الكويري بتاعتي. ازاي البيانات اللي انا هقوم باسترجاعها اعمل لها عمليه سورتنج او اعمل لها عمليه ترتيب. using، ازاي نعرف نستخدم حاجه اسمها الامبرسند او السبستيتيوشن فاريبل. ايه الامبرسند او السبستيتيوشن فاريبل؟ ده فاريبل او نوع من الفاريبلز جميل قوي، هنتعرف مع بعض ازاي ان احنا نقدر نتعامل معاه وازاي نقدر نعمل له انبوت للداتا بتاعتنا في جمله السلكت بتاعتي. ازاي الاول اعمل ليميتيشن للروز او اعمل عمليه الريستريكتنج دي؟ ايه ده؟ يعني لما نقول ريستريكشن معناها ان انا بحط شرط او بحط كونديشن. اذا كلمه ريستريكشن تعني كونديشن او شرط. طيب تعالى كده حضرتك معايا جدول، اذا جدول الامبلويز اللي موجود عندنا، الجدول ده بيفترض الراجل انه بيحتوي على 20 رو، عندنا عدد الكولمز اللي فيه اهي امبلوي اي دي واللاست نيم والجوب اي دي والديبارتمنت اي دي، في 20 رو الجدول بتاعي. الراجل هنا طلب مني ان انا اعمل ريستريكت على الداتا او ان انا اعمل شرط على الداتا انه عايز عدد الامبلويز اللي موجودين في ديبارتمنت اللي رقمها 90 فقط.
راجل عايز يعمل ريتريف لكل الموظفين اللي في الاداره رقم 90 فقط، اذا هو ده الشرط بتاعي. ادي موظف الراجل استرجع البيانات، ادي موظفين الاداره اللي رقمها 90 فيها الموظف اللي رقمه 100 اللي اسمه كينج، والموظف اللي رقمه 101 اللي اسمه كوخار، والموظف اللي رقمه 102 اللي اسمه جي هام. تمام كده؟ طيب ازاي نعمل الكلام دوت؟ عن طريق كلوز جديده بنضيفها او بنضيفها لجمله السلكت بتاعتي، وهي اسمها الوير كلوز. الوير كلوز دي هي جمله الكونديشن او جمله الشرط بتاعي اللي من خلالها بقدر احط شرط يقدر ان هو يريتريف عدد معين من الريكوردز طبقا للشرط اللي انا حطيته ده. طب تعالى ازاي نعرف نستخدمها؟ مثال قدامنا بسيط جدا، بنقول سيلكت الامبلوي اي دي واللاست نيم والجوب اي دي والديبارتمنت اي دي. الكلام ده طبعا عرفناه من الحلقه اللي فاتت، سهل وبسيط. وادي الفروم كلوز بتاعتنا من الجدول اللي اسمه امبلويز، الكلام ده برضه عرفناه مع بعض المره اللي فاتت. ده بقى الجديد عندنا الهوير كلوز. الهوير كلوز بيقول هوير، هوير ايه؟ حيث ايه؟ هيختار الاعمده دي من جدول امبلويز حيث او طبقا للشرط. الشرط اللي بيقول ايه؟ بيقول ان العمود اللي اسمه ديبارتمنت اي دي الداتا اللي تكون موجوده فيه هي الداتا اللي رقمها 90، اللي رقمها 90. معنى كده ان انا ممكن جمله الهوير بتاعتي تستند الى شرط رقمي. اهو بيقول لي هوير ان ديبارتمنت الاي دي، الديبارتمنت اي دي ده عمود من النوع النمبر زي ما احنا عارفين، وفيه الداتا بتاعته رقميه. ايه ده؟ يعني ينفع اقول له هوير الجوب اي دي مثلا بيساوي اي دي بريس بريزيدنت؟ يعني بحط ايه؟ بحط سترينج فاليو، بحط نص. اذا احنا عرفنا النهارده او ادينا شفنا مع بعض النهارده نوعين من الداتا، عندنا نيوميريك داتا اللي بتمثلها العمود ديبارتمنت اي دي من النوع النمبر، والجوب اي دي ده بيمثله نوع الداتا سترينج اللي اسمها فار كار 2. يبقى سترينج فاليو او بيانات نصيه من النوع الفار كار 2. تمام قوي. يعني انا اقدر اجي هنا واقول له وير اللاست نيم بيساوي كينج؟ ممتاز قوي. طيب هل طريقه كتابه الارقام او الشرط الرقمي زي كتابه الشرط النصي؟ لا طبعا في اختلاف، هنشوفه مع بعض دلوقتي، لكن نفهم مع بعض المثال بتاعنا ده كويس. لكن نفهم المثال بتاعنا ده كويس. تعالوا كده نشوف لون مختلف شويه، هنجيب اللون الازرق ده مثلا. تمام قوي. طيب نبص مع بعض كده، خلاص طلع لي كل موظفين الاداره اللي رقمهم 90 فقط. المره دي ما قاليش 20 رو سيلكتد، ليه؟ لانه جاب موظفين الاداره رقمها 90 بس. طيب تعالى بقى ازاي نشوف نتعامل مع نوع البيانات السترينج او نوع البيانات اللي من الديت، نوع بيانات الديت اللي هي التاريخ، ازاي نتعامل معاها في جمله الهوير بتاعتي او في الهوير كلوز بتاعتي. احنا المره اللي فاتت مع بعض قلنا هوير ان الامبلوي ان الديبارتمنت اي دي بتساوي 90. طب عايزين نجيب شخص باسمه او بعينه، او سوري يعني عايزين نبحث عن مجموعه من البيانات بدلاله بعض البيانات النصيه، زي مثال هنا بيقول لي هوير ان اللاست نيم بيساوي والن. من الملاحظ كده ان طريقه كتابه الشرط النصي غير كتابه الشرط الرقمي. في الشروط النصية أو لما باجي أبحث عن كلمة نصية عن